السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابع قناة تعلم لتحترف لما كنت في الوطن العربي الكبير، رحب بك في هذا الفيديو الجديد. موضوع فيديو اليوم بإذن الله تعالى سوف يكون ضمن سلسلة أسهل الخدمات التي يمكنك تقديمها والربح من خلالها عبر مواقع الخدمات المصغرة مثل فايفر وخمسات وغيرها. ولن أطيل، سوف أمر مباشرة لصلب الموضوع. أتمنى منك فقط تشجيعي بنقر زر لايك للفيديو، وأيضا إن كنت تشاهدنا لأول مرة لا تنسى الضغط على زر اشتراك. إذن وكما ستشاهد معي الآن، هنا أخذ مثال بمنصة فايفر. ما هي هذه الخدمة التي يمكننا تقديمها على هذه المنصة حتى وإن لم تكن لنا خبرة في هذا المجال؟ الخدمة هي النماذج التجريبية أو الموكاب الخاص بمجموعة من المنتجات التي تقوم الشركات طبعا بطرحها في الأسواق. فهي دائما تبحث عن نماذج تجريبية تضع عليها الشعار الخاص بها، كما هو الحال هنا بمجموعة من النماذج مثل هذه العلب الموجودة هنا، كذلك هذه العلب على هذا الشكل، كذلك بعض العبوات هنا، أقمصة أيضا. فقبل أن تقوم بطرحها لابد طبعا أن تقوم بأخذ تصميم تجريبي، وبالتالي فهذا هو الدور الخاص بك اليوم. فستكون كذلك من الأشخاص الذين يقدمون هذه الخدمة حتى وإن لم تكن لك أي خبرة، وسأشرح ذلك بعد لحظات. كما تلاحظ فهنالك إقبال كبير جدا على هذه النماذج بطبيعة الحال في منصة فايفر وجميع منصات الخدمات. ستلاحظ على أن الناس يطلبون هذه الخدمة. لاحظ معي لما نقوم بالدخول إلى هذه الخدمة على سبيل المثال، كما تشاهد فهذا الشخص سوف يصمم بطبيعة الحال موكاب خاص بهذه العلب الموجودة، الشعار بهذا الشكل، والمبلغ المبدئي هو $15، وسبق له أن حصل على تقييمات إيجابية تصل إلى أكثر من 390 تقييم إيجابي. وهذا يدل طبعا على أن هذا النوع من طبعا الخدمات مطلوبة بشكل كبير. هنا مجموعة من النماذج التي يعمل عليها. من أين يمكننا أن نحصل كذلك على هذه النماذج؟ أولا هناك موقع بطبيعة الحال مدفوع، يمكنك من خلاله أن تقوم بتصميم بطبيعة الحال النماذج احترافية بأي شكل تريده. مثلا نختار تصميم خاص بالإقمصة بهذا الشكل، ثم تختار مثلا نختار إحدى أو شعار عفوا من خلال الحاسوب الخاص بي بهذا الشكل على سبيل المثال فقط. ننتظر قليلا لحين أن يتم رفع هذا التصميم، وأعود مرة أخرى. وبعد أن يتم رفع التصميم بطبيعة الحال سوف يظهر على الشكل التالي. هناك الكثير من النماذج التي يمكنك شراء الحقوق الخاص بها من خلال هذا الموقع ب$7، أو تشترك في الموقع بمبلغ $12 للشهر، ويمكنك تحميل أي طبعا تصميم تقوم به وبيعه بطبيعة الحال. وقبل أن تقوم بشرائه من هذا الموقع تأخذ فقط النماذج وتضعها حتى تتوصل بطبيعة الحال بالمبلغ. هنا نموذج كذلك خاص بتصاميم الأقمصة كما تشاهد هنا، فنفس الشيء موجود في هذا الموقع. وربما الآن ستقول على أن هذا الموقع مدفوع ولا يمكننا العمل به بطبيعة الحال كمبتدئين. لا تقلق نهائيا، سوف أشاركك كذلك. موقع مجاني 100%، سوف تتمكن من خلاله من الحصول على الكثير من النماذج الموجودة هنا، يعني في هذا الموقع، موقع الخدمات. يمكنك أن تحصل عليها كذلك بشكل مجاني. هناك الكثير والكثير منها، والتي طبعا يمكنك التعديل. هذا نموذج على سبيل المثال شبيه بالنموذج السابق الذي كنا قد شاهدناه في هذا أو هذه الخدمة التي باع هذا الشخص بعدد كبير، وبالتالي فبإمكانك كذلك أن تحصل عليها بشكل مجاني. هذا نموذج متميز، ويمكنك أن تقوم بتحميله بنقر على هذا الخيار الموجود هنا، وبعد ذلك تنتظر قليلا لحين أن يحولك إلى صفحة التحميل. وبعد رفعه إلى الحاسوب الخاص بك يمكنك طبعا أن تقوم بالتعديل عليه
من خلال الحاسوب الخاص بك عبر برنامج الفوتوشوب. سوف تشاهد على أنه يوجهنا إلى صفحة التحميل، ثم تضغط على التحميل من هنا. بطبيعة الحال فهو تحميل مجاني 100%. تنتظر قليلا لحين ينتهي العد هنا، ثم سوف تحصل على الرابط. سوف نلقي نظرة على نماذج أخرى هنا، كما تشاهد نموذج أيضا متميز يمكنك أن تقوم بتحميله. هناك الكثير والكثير من النماذج التي يمكنك تحميلها هنا. الآن بدأ التحميل إلى الحاسوب بطبيعة الحال، وبعد ذلك تقوم بفتحه ببرنامج الفوتوشوب، ثم تقوم بالتعديل طبعا وفق المعطيات التي سوف تتوصل بها من خلال الشخص الذي يطلب منك الخدمة على مواقع الخدمات، وهنا طبعا نموذج بفايفر. إذن الآن شاهدت معي كيفية الحصول على هذه النماذج بطريقة مدفوعة عبر هذا الموقع الأول، وكذلك بالطريقة المجانية 100% في الموقع الثاني. وبالتالي سوف تتمكن بداية من حلقة اليوم من البدء العمل بطبيعة الحال في هذا المجال، وهو وضع الخدمات الخاصة بك، وأي شخص يطلبها منك تتوجه مباشرة إلى الموقع الأول، وتقوم برفع التصميم الذي طلب منك بطبيعة الحال والتعديل عليه، وبعد ذلك ترسله إلى الشخص الذي قام بشرائه. إذن أتمنى أن يكون الشرح واضح ومفيد بالنسبة إليك، وإن كان الأمر كذلك أتمنى أن لا تبخل علي بنقر زر لايك للفيديو، وأيضا إن كنت تشاهدنا لأول مرة لا تنسى ضغط زر الاشتراك مع تفعيل زر الجرس. شكرا لك وإلى اللقاء.